مشاهدينا الكرام وفي الرياضة عبر قناة كافي كابرود، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر للقاء نصف نهائي كاس تونس، يجمع مكارم المهدية بضيفه النادي الافريقي. يرافقني في التحليل على المباراة الكل بعض الارهاق سيف. اكيد امين بنور يظل موش حاضر فيزيكمون 100% وبلوس قاد يوسف امين قاعد يلعب دفاع وهجوم، اللي هو الحقيقه مش قاعد مستانس يلعب في الدفاع ما بيسك شونج مكارم امام الافريقي يمين الاخضر هو الحارس تسعة امتار في عمليه القطع الكره كانت يلزم تسجلها مهما يكون وتنجم تندم عليها في اخر مباراه التسعة امتار الحكم يرفع يده يعني بال الاخضر التمريره تقطع من سامي غربان تصعيد الهجمه فاست بريك من جانب المكارم خليل بربوره يسجل الهدف رقم 18 ومن الاعاده يعدل به نتيجه 19-19 بعد مرور 10 دقائق في الفتره الثانيه من بنور الاخضر على مصفى والخطا دخول بقوه شوفوا في اللاعب خليل بربورة كان ينتظر 4 ثواني ويكتمل العدد يوسف المكارم حكيم على تحضير اسلام حقونة للجناح خليل بربورة ممتاز الهدف بمعصم اليد يغالط الحارس ويسجل الهدف رقم 20-19 تعود الاسبقية للمكارم بربورة يظل يقص كرة في الدفاع الهجمة المعاكسة خليل بربورة ويسجل بربورة 23-20 تايم اوت يطلبه المدرب راجان زوفكو بعد ما اصبح متاخر في النتيجه 23-20 سامي دول